السلام عليكم ورحمة الله. شهر كريم إن شاء الله، تكونوا فرحانين باش ما تمنيتوا. فالموضوع ديالي اليوم، أنا طلعت كنواجه الصحافة بحرقة على الناس ديالنا، على الأسر المعوزة وعلى الأيتام، بحيث أن مولفين كل سنة أننا كنستافدوا من سفارة الإمارات، الله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم، تيكونوا السند ديالنا دائما كل سنة، فهذا كيشرفنا بزاف، وكنقول لهم شكرا من القلب، راكم معنا دائما واللي يخطيهم علينا. فاللي كان يعني قصحني في هذا العام هذا وكنخرج بحرقه كنهضر، هو هذا العام ما استفدتش، ولو انني توصلت بان الملف ديالي الطلب ديالي ديال القفه الرمضانيه وافقنا عليه وكان الاوكي ليه، ولكن علاش 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 ما عيطوش لينا، رغم اننا رحنا كل سنه كنوزعوا 3000 4000 قفه، وهذه السنه هذه كانت 200 قفه، وكانوا الناس اللي محتاجين لهذا الشيء اللي كان باقي، كنا عاونا على هذه الشرفه هذو اللي مولفين تيعاونونا جزاهم الله خيرا. فكاينه ان تما ما عرفناش شنو كاين، كنتمنى الصوت ديالي يوصل، الا وصل المسؤول انا غادي نقول يعني غادي نفسر له علاش انا طمعت في المكالمه ديالهم باش نمشيت انا نستافد ويستافدوا الاسر المعوزه. واخا شنو الانسان اللي تستافد من هذا الدعم؟ ثلاث سنين ماشي كنستافد غير منهم هما، يعني حتى من القفف العاديه ديال المحسنين كاينه، ولكن طمعنا لان راكم عارفين هاد السنوات الاخيره راه كاينه شويه ديال الخصاص، وكاين ناس مزيرين كاين هذا، فكنقولوا السند ديالنا حتى هما، فكنزيدوا الناس اللي ما عندهمش كنزيدوا الارقام ديالهم، كنزيدوا العدد ديال الناس باش يستافدوا. ما عرفتش انا هذا الشيء شنو هو، واسفني هذا الشيء، ألمني بزاف، وطلعت بحرقه كمغربيه حره كنهضر على الناس الاسر المعوزه باش حتى هما يفهموا باننا راه ما خبيناش عليهم، راه ما توصلناش، رغم ان كانت الوعود كانت وعد، ما يوعدونيش يقولوا لي غادي توصلي بالقفه الرمضانيه من سفاره الامارات، الله يجازيهم بخير. ولكن شي مسؤول هنا راه انا مستعده نجي عندهم نفسر لي اشنو علاش انا طمعت، وعلاش انا عندي الاوكي، وعلاش انا ما جيت وطلعت في الصحافه باش يوصل الصوت ديالي، خصني نستافد منهم فيهم. كاين اتصال، كاين عندي ما يثبت بانني انا الوزاره الداخليه انهم وافقونا على الطلب ديالنا كيف الجمعيات. ف انا بنتهم اختهم باش ما بغاو، انا عندي حرقه على الاسر المعوزه وعلى الايتام، فهذا الشيء كيبكي شي كيبكي الناس راه كرتون هذا الحليب كطمع فيه، وسورتو في هذا الشهر الكريم هذا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، عطينا ماشي ما عطيناش، ولكن الناس اللي وعدناهم وخليناهم في الدفعه الثانيه مساكن للاسف تاسفت لهم، وهذا شيء بسيط في حقهم غادي نديرو، شيء بسيط في حقهم. خصهم يشوفوا بهذا الشيء، حيت كاين حوايج كيدوروا انا ما يمكنليش نصرح بهم ولا نشهر بهم، ولكن الا عيطوا لي انا غنقول لهم. واخا كاين جمعيات اخرى تعرف فيهم ان انتم بحال تدفعوا وتستافدوا؟ اصدقاء ديالنا دفعوا واستافدوا، ولدرجه ان كاين وحدين اللي ما يستحقوش كاع زعما يستافدوا، تبارك الله وصل على النبي وما شاء الله. ما خاص يشوفوا بعين الاعتبار. تقريبا دابا شحال في المعوزه عندك في العام؟ دابا انت مستعده كتعطيهم؟ انا عطيت 200، عطيت 200، ولكن شنو قلت منين بقات هاد 70 الاخرانيه، قلت انا راه الناس ديال السفاره راهم غيعطيوني هذاك الشيء اللي قسم الله، راه غيكونوا منهم فيستافدوا حتى هما، ما كاين مشكل. مين كتخرج الكلمه والوعد خصنا نوفيو. هذوك الناس مساكن اللي ما عندهمش ما تيعرفوش هذا الشيء، تيعرفوا ما عطاتناش ما عندناش. واش وعدوك السفاره انهم يعطيوك ولا عندك شي؟ لا ماشي السفاره هذا، كاين ناس قالوا لي راه سي بون كلشي مزيان، عافاك كوني هانيه راه غادي توصلي بالوصل ديالك، هادي صافي، بقينا على هدى من الله، لان ما يمكنش نكذبوا الناس بحال هكا، راه ما يمكنش. واش نقول انا تكون عمليه نصب باسم السفاره ديال الامارات؟ ممكن، حتى هما مساكن الله يجازيهم بخير راه تيديروا اللي عليهم وفوق من الجهد، شكرا لهم بزاف، ولكن خصهم يسمعوا هذا الشيء باش يعرفوه، هذا الشيء اللي كاين الله يصاوب. الرساله ديالي تنتمنى من الناس الاسر المعوزه الا شافوني ولا هذا، راني درت هذا الشيء هذا على ودكم، لانكم ما توصلتوش، وكان الوعد ماشي بايدي ماشي بالاراده ديالي لا غالب، ولكن تنتمنى ان شاء الله راه الا وصل الصوت راه غيعيطوا ليا ونشوفوا شنو كاين الحل، هذا هو اللي غادي نقول ويسمحوا لينا، راه هذا الشيء ما بيدناش.
رساله للسفاره كنقول لهم انتم على راسنا وعينينا، الله يخلف عليكم ودائما كتساندونا، والقفاف ديالكم جد جد مهمه. وزعما صراحه كيفرحوا الناس كيفرحوهم، القفاف ديالهم جميله جدا متوازنه كلها. وتنقول لهم الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. انا مغربيه وتنحاول البلد الثانيه حتى هذيك عندنا، وحتى هما مرحبا بهم وتيديروا حتى هما اللي عليهم، وشكرا لهم بزاف. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.